التجمع عز مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء في كل مكان، تتواصل التحديات والإثارة هنا على أرضية ميدان التحدي ميدان الشحانية في هذا الصباح، وسن الإيداع وعلى بركة الله ينطلق الشوط الثالث عشر الخاص للإبكار الإيداع من مسافة 4 كيلومترات. نسير مع هذه الأسماء ومع هذه الشعارات المنطلقة والباحثة عن الناموس، نسير مع البداية ومع أول المراكز والتحدي الأول هنا، البداية والانطلاق الأول هنا الجذابة بشعار علي بن عبد الله بن محمد بن شفيع هنا على الانطلاق الأول وعلى الصدارة. ثاني الأسماء، ثاني الأسماء وثاني الشعارات، وصل هنا الاسم القادم والمنطلق على ثاني الأسماء، وصلت هنا الجذابة بشعار فهد بن حسين بن محمد الجرحى بالمري، وفي ثالث المراكز وصلت هنا المنطلقة على ثالث المراكز وصل شعار الخيارين هنا قادم مع مثايل بشعار عبد الله بن زايد بن منصور بن سيف الخيارين هنا على ثالث المراكز. رابع الأسماء ورابع الشعارات وصلت هنا القادمة والمنطلقة قادمة هنا الوضيحية بشعار محمد بن حمود بن ناهض السهلي هنا على رابع المراكز. خامس المراكز وصلت للطامة سيف بن مبارك بن محمد آل أبو سعيد الخيارين. هكذا هي النتيجة الأولى مشاهدينا متابعينا الأعزاء، ونعود إلى المقدمة وإلى الصدارة هنا الانطلاق الأول وإلى التحدي الأول. الله يا مثايل، هنا منطلقة مثايل، مثايل بشعار سيف بن محمد بن زايد المطوع الخيارين هنا ينطلق مع مثايل على البداية وعلى الصدارة. ثاني الأسماء وثاني الشعارات وصلت هنا الجذابة فهد بن حسين بن محمد الجرحى بالمري على ثاني الأسماء. ثالث المراكز وصلت هنا القادمة مثايل عبد الله بن زايد بن منصور بن سيف الخيارين هنا على ثالث المراكز مع مثايل. رابع الأسماء ورابع التحديات وصلت هنا الظبي حمد بن غانم بن سلطان الهديفي، وفي خامس المراكز وصلت هنا أيضا للطامة سيف بن مبارك بن محمد آل أبو سعيد الخيارين هنا على خامس المراكز. هكذا هي النتيجة مشاهدينا متابعينا الأعزاء، ونذكر أيضا بصاحب المركز الثالث في الشوط الماضي كان هناك شداد بشعار صالح بن علي بسعيد النابت، فتهانينا والناموس. نعود إلى مجريات شوطنا مشاهدينا متابعينا الأعزاء، أعود مع البداية أول الأسماء مثايل سيف بن محمد بن زايد المطوع الخيارين هنا مع مثايل على البداية وعلى أول الأسماء. ثاني المراكز قادمة الجذابة فهد بن حسين بن محمد الجرحب هنا على ثاني الأسماء مع الجذابة. ثالث المراكز هناك مثايل عبد الله بن زايد بن منصور بن سيف الخيارين هنا على ثالث المراكز، منطلق مع مثايل على ثالث الأسماء. رابع المراكز وصل الهديفي قادم هنا مع الظبي حمد بن غانم بن سلطان الهديفي، وأيضا وصلت هنا ادهمه بشعار حسن بن علي بن حسن المطوي هنا على خامس المراكز. ولكن اعود مع الكيلومتر الاخير، الكيلو الخطير مثايل سيف بن محمد بن زايد المطوع الخيارين هنا مع مثايل مع البداية ومع الصدارة، وايضا ثاني الاسماء وصلت هنا مثايل وعبد الله بن زايد بن منصور بن سيف الخيارين
الخيارين هنا مع ثاني الأسماء مع مثايل ثالث الأسماء قادمة هنا الجذابة فهد بن حسين بن محمد الجرحب وفي رابع المراكز الله الله الواعي سعيد بن مسلم بن عبد الله نابت المري ولكن أعود مع الصدارة مثايل مثايل سيف بن محمد بن زايد المطوع الخيارين وأيضا ثاني الأسماء وصلت هنا مثايل قادمة بشعر عبد الله بن زايد بن منصور بن سيف الخيارين على ثاني الأسماء ثالث المراكز الواعية قادمة وصلت الواعية سعيد بن مسلم بن عبد الله نابت المري ولكن أعود مع مثايل وصايد الرموز ينطلق هنا مع مثايل الله يا مثايل عبد الله بن زايد بن منصور بن سيف الخيارين وأيضا من الجانب الآخر مثايل سيف بن محمد بن زايد المطوع الخيارين ولكن مثايل ومثايل هنا الخيارين ينطلقون ولكن مثايل تهانينا والناموس لمالك مثايل عبد الله بن زايد بن منصور بن سيف الخيرين وثاني الأسماء أيضا وصلت هنا مثايل بشعر سيف بن محمد بن زايد مطوع الخيرين وثالث المراكز وصلت هنا الشاهينية بشعر جابر بن محمد بن راشد الجربوع المري وفي رابع المراكز وصلت هنا الواعية سعيد بن مسلم بن عبد الله نابت المري وفي خامس المراكز وصلت هنا جمايل بشعر محمد بن مذكر بن مسفر القرشي مشاهدينا متابعينا الأعزاء هكذا هي النتيجة للخمس المراكز المتقدمة وأعود بالتوقيت الزمني ولحظة وصول مثايل هنا مثايل لحظة وصول إلى خط النهاية 6 دقائق 11 ثانية 84 جزءا من الثانية نهني مالك مثايل عبد الله بن زايد بن منصور بن سيف الخيرين ثاني الأسماء أيضا وصلت مثايل والتوقيت الزمني 6 دقائق 11 ثانية و98 جزءا من الثانية نهني مالك مثايل سيف بن محمد بن زايد المطوع الخيرين ثالث الأسماء وصلت هنا الشاهينية والتوقيت الزمني 6 دقائق 13 ثانية و16 جزءا من الثانية نهني مالك الشاهينية جابر بن محمد بن راشد الجربوع المري فتهانينا والناموس